ثاني أكبر اقتصادات العالم أنهى العام 2022 بتباطؤ حاد خلال ديسمبر، حيث أظهرت آخر البيانات الحكومية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 48 إلى 47 مقابل توقعات بتسجيله 74.8، بينما تراجع المؤشر الخدمي بأكبر وتيرة منذ فبراير 2020 إلى 39.4 من 45.1 اللي كان سجله بنوفمبر. هذه الأرقام تتوافق مع البيانات الصادرة عن الشاينا بيج بوك بالأمس، والتي رجحت انكماش حاد في قطاعات التصنيع والخدمات والعقارات الصينية خلال الربع الرابع من 2022 نتيجة اضطرابات الجائحة. ونذهب إلى بيروت، ينضم إلينا من هناك أنتوني ساسين كبير استراتيجي الاستثمار لدى كرينشيرز. صباح الخير أنتوني، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. صباح الخير، Happy New Year لك كمان للجميع. خليني نبلش بأسألك عن هذه الأرقام والبيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين، كلها طبعا تشير إلى تراجع يمكن كان متوقع بأنه نشهد هذا الانخفاض بهذه المستويات بالأرقام، لكن ما هي الأفاق؟ هذا اللي نحن بدنا نعرفه، شو هي توقعاتكم وعلى أي أساس عم تبنوا استراتيجية الاستثمار في الأسهم الصينية في العام الجديد؟ بالفعل صباح الخير سبا، وشكرا على الاستضافة. شفنا أرقام كثير صعبة من البي ام اي، خاصة الان بي اس بي ام اي من يومين، واليوم عم نشوف الكيكشن بي ام اي اضبط شوي اذا بدك، لانه واحد منهم هو الكيكشن هو اكثر للاكسبورترز والبرايفت انتربرايزز، بينما الان بي اس يلي حضرتك هلا ذكرتيه هو للدوميستيك كومبانيز ستيت اون انتربرايزز. سو عم نشوف فرق كبير يلي انت ذكرتيه هلا، انخفاض كبير كان هو اكشلي بالكيكشن، طلع شوي المانيفاكتشرنج، طلع حتى الاوتبوت بي ام اي طلع، بس اللي عم نشوفه هو بالمجمل هو تباطؤ كثير قوي بالاقتصاد الصيني، خاصه هلا بعد تفشي كورونا، من بعد ما الجفرمنت او الدوله رفعت كل الحظورات عن الكوفيد، وهذا شيء طبيعي كنا متوقعينه اذا بدك، وراح يكمل ممكن كثير يكمل للشهر الجاي، خاصه انه الشهر الجاي عندك راس السنه اللونر نيو يير في تشاينا، وين في كثير عالم بيتنقلوا وذي ترافل الوت، سو ممكن هيدي الارقام بعد فيها اصعب بالشهر المقبل. طيب، على اساس هيدي الارقام بانك ذكرت الكايجين، انا لازم اقول انه الكايجين هو سيرفي خاص، مش هو الرسمي للحكومه، وكانت توقعات بلومبرج انه بالفعل ايضا يكون في تراجع، لكن مش بنفس النسبه للبيانات الرسميه، تراجع الى 49.1 مقابل 49.4 بحسب بلومبرج. بالنظر لهذه التوقعات الآن يلي هي تبقى مقلقة مثل ما ذكرت، برجع بسألك مرة تانية، على أساسها كيف عم بتحضروا بالبورتفوليوز بالاستثمار بالفنز؟ مظبوط، نحن متفائلين بالإجمال بال 2023 سبا بالنسبة للصين، هيدي خطوة كنا ناطرينها من كذا شهر، انه يفتح الاقتصاد الصيني من الحظورات على الكوفيد، وهذا الشيء هلا صار، بس بدنا نقطع بمرحله اذا بدك تفشي كثير قويه ليصير في عندك هيرد اميونيتي، وبعدين بترجع بيفتح الاقتصاد الصيني. سو بالنسبه لل 2023 متوقعين بين 4 و5% حسب امتين قديه بتاخذ الويف وقتها، حسب توقعاتنا اذا بدك الربع الاول راح يكون صعب، راح يكون النمو فيه اوطى من العاده بحدود 2% اذا بدك، بعدين بنشوف الاقتصاد عم يفتح اكثر بالربع الثاني او الربع الثالث. هلا هو السؤال امتي راح يفتح الربع الثاني او الربع الثالث، عم نشوف هلا الانفكشن ريت اذا بدك بال 40 50%، بيست على هذا الانفكشن ريت معقوله تشاينا تفتح ببلش تفتح اكثر بمارش. سو بس تفتح تشاينا راح يكون عندك بنت اب ديماند من الكونسيومر، صار له اللي هو صار له سنه او المستهلك صار له سنه بالحظر بالريستريكشنز، راح نشوفه يطلع ويبلش يصرف ويبلش يستمتع اذا بدك بالحريه يلي هي صار له محروم فيها. سو اذا بدك بالربع الثاني راح نشوف الاقتصاد عم يطلع اكثر بحدود 4%،
بالربع الثالث رح نشوف باونس باك اذا بدك، بس تشاينا تفتح بالكامل. في عندك ليبر 5 ايام ليبر هوليداي بمايو، وعندك السمر اوبننج اذا بدك، وكمان عندك هوليداي باكتوبر. هدول بنتوقع يكونوا كثير قويه بالنسبه للاستهلاك. بالنسبة هذا بالنسبة للاستهلاك، هل هذه التوقعات إذا عم تدفعكم للتركيز على أي من الصناديق التي تشمل أي من القطاعات على سبيل المثال؟ راح نشوف اذا بدك سبا انفراج بجميع القطاعات بتشاينا، بس اكيد في قطاعات راح تاخذ اكثر. نحن هلا متحمسين اكثر على تشاينا انترنت، لانه راح المستهلك هو راح يقود الجوله اذا بدك بال 2023. هذا بينفع تشاينا انترنت يلي هن كلهم الاي كوميرس والسيرفيسز يلي المستهلك بيستعملها. كمان متحمسين على التكنولوجيا النظيفه يلي هي بتستمتع بتكفي استمتاعها ببوليسيز يلي هي بتساعدها. هلا شفنا الاي في نمبرز هيدي للي اوتو نيو او اكس بانك مشجعين، خاصه انه كان عندهم سنه كثير كثير صعبه، هلا بنشوفهم عم يرجعوا يطلعوا. وكمان اذا بدك متحمسين للايشر ماركت اللي هي الشرك المدرجين بقلب تشاينا، لانه رح نشوفهم يرجعوا يقلعوا على الدوميستيك كونسومشن، ورح نرجع نشوف اذا بدك انكلوجن من الاندسيز اللي هو بيساعد تو دايركت فورين كابيتال للماركت بتشاينا. واذا بتطلع بتشاينا السنه الجايه رح تكون هي بموقع افضل بكثير من امريكا ومن اوروبا بالنسبه للنمو، بالنسبه للتقييم، بالنسبه للبوزيشننج. من هيك نحن متحمسين اكثر على تشاينا السنه الجايه، لانه رح تكون اذا بدك الاوبفيوس تشويس للمستثمر يلي عم ينبش على الفا بال 2023. ويمكن هي كمان تصير رح ترجع، لما رح ترجع تطلع من بيس اوطى. انتوني ساسين، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.